الوطنية الأولى، مرحبا بكم من الملعب البلدي بسبيخة قبل مباراة الترجي ومضيف المستقبل الرياضي بسبيخة لحظات، ونتلقى اللقاء. الكلمة الألوية لزميلي أمير الزيتوني، تفضل أمير. شكرا لك شكيب. معي عثمان النجار مدرب مساعد الترجي الرياضي التونسي. عثمان، يظهر لي لقاء تدخلوا بتشكيله يمكن تم 8 تغييرات كامله بارابور الماتش الشامبيونز ليغ الاخراني. قبل ما نحكيو على التغييرات، قبل ما تعطينا كلمه على التشكيله اللي باش تهبط اليوم، زاد يظهر لي استقبال كبير قاتل الترجي الرياضي التونسي اليوم من جماهير احباء الترجي في السبيخ. يعطيهم الصحه وبارك الله فيهم، معناتها بصراحه شيء يثلج الصدر الاستقبال اللي لقيناه. بالنسبه للمباراه تاع اليوم فما تغييرات اكيد فرضتها القوانين تاع مسابقه الكاس، هما في اللاعبين الاجانب والاختيارات الاخرى لاسباب صحيه لاسباب تاع ارهاق ولا اصابات. تعودنا في الترجي اللي باش يكون موجود يقوم بالواجب ويقدم الاضافه، وان شاء الله اليوم مركزين على الاوبجيكتيف نتاعنا ان شاء الله. شكرا لك عثمان وحظ موفق. معي هذا حسام الفرشيشي مدرب مستقبل السبيخه. حسام، ذولي ماتش سبيسيال لكم انتوما، تجيكم الاسبيرونس هوني للسبيخه، الاجواء جماهيريه كبيره داخله وكل شيء. كيفاش داخلين الماتش هذا؟ اسكو باش تلعبوا حظوظكم الكل ولا ممكن كيما ماتش النادي الافريقي قبل عامين ممكن قدمتوا مردود طيب وخرجتوا فرحانين حتى كان خرجتوا من المسابقه؟ والله صحيح، احنا تعودنا لهنا في السبيخه ندخلوا اون كونفيونس مهما كان الادفرسير. جاتنا قبل الشبيبه وخرجناها في الكوب، وجات الكلوب افريكان عملنا بريستاسيون باهيه، شفتوا وصلناهم حتى للبرولونغاسيون. نحن عندنا كيب باهيه، دي جون جوار معناها عندهم بوكو دو تالون، ان شاء الله اليوم نعملوا بريستاسيون باهيه، علاش لا نخرجوا ليسبيرونس. ليكيب ليسبيرونس مجروحه شويه من الشامبيونز ليغ، ان شاء الله احنا نحاولوا نعملوا اللي علينا وان شاء الله نعملوا مفاجاه وناخذوا كاليفيكاسيون. عندك تغيير اضطراري لاخر وقت، العامري ياخذ مكان المجبري مصاب. والله صحيح، عندنا عماد متقلق لسكيو جونبي، عنده متقلق ايلونغاسيون، حاولنا نحضروه للماتش اليوم. على غالب هبط عمل لي شوفمون، هبطنا وندوز عمل لي شوفمون ما خلطش. ان شاء الله اسامه يهبط في بلاصته ويقدم روندمون به ويعوض عماد. شكرا لك حسام وحظ موفق. ايضا كانت هذه استجوابات ما قبل اللقاء، الكلمه لك شكيب. شكرا لك زميل امير الزيتون. اذا سمعتوا الاجواء هنا في سبيخه، الملعب البلدي بسبيخه استقبل كاحسن ما يكون فريق الترجي الرياضي التونسي في هذا اللقاء لحساب الدور 16 لكاس الحبيب بورقيبه، لقاء متاخر هو في الحقيقه. او نبداو مباشره ولو ان الظروف ماهيش يعني كامله، ماهيش جيده ظروف النقل، فما امطار ونتعاملوا على كل حال مع مجريات هذه المباراة. والبداية بالتشكيلة الفريق الضيف الترجي الرياضي التونسي في انتظار وصول تشكيلة فريق المستقبل الرياضي بالسبيخة. تأخرت كثيرا، ومعايا زميلي غسان خلطت منذ قليل بتشكيلة المستقبل الرياضي بالسبيخة. قلنا معز بن شريفية في حراسة مرمى الترجي، 1-22 سامح الدربالي، 20 محمد أمين بن حميدة، 4 محمد أمين توقاية الجزائري، 12 خليل شمام قائد فريق، 27 محمد علي بن رمضان، 29 يوسف المصراتي، 18 عبد الرؤوف بن غيث، 7 بلال بن ساحة، 2 عبد الرحمن المزياني ومحمد علي بن حمودة. وسيم القلوي كحارس مرمى احتياطي، 21 24 نهاب المباركي، 5 شمس الدين الذوادي، 28 محمد أمين المسكيني، 10 حمدي الهوني 21 طه ياسين الخنيسي، و16 ماهر بصغير المدرب معين الشعباني ومساعده مجدي التراوي. غسان، عندك تشكيلة المستقبل الرياضي بالسبيخة، تفضل. مساء الخير شكيب، مساء الخير كل مشاهدي الوطنية الأولى. وفي هذه الآونة بالضبط يعطي الحكم إشارة انطلاقة مباراة الدور 16 في كأس تونس سيزون 2019-2020 بين الترجي ومستقبل السبيخة. بالنسبة لتشكيلة لاسيس في حراسة المرمى، شرف الدين الغذاوي 16، أحمد الفايدي 2، علي حمامة 3، عمر بن نصر 16، عماد الدين المجد 18، اسكندر البريني 6، علي الشايبي 7، صفوان المناعي 8، علاء الدين السلمي 17، جوهر القردبو 5، وأسامة بن طرش 11. بالنسبة للتشكيلة الاحتياطي لفريق مستقبل السبيخة، إيهاب الكلبوسي كحارس مرمى ثاني 1، 5 أسامة العامري، 4 أسامة العياشي، 12 عياض حمودة، 14 رامي الهويملي، 13 منذر بن الأكحل، وأنور الجويني
رقم 15 يدرب الفريق خالد الجيزاني. بالنسبه للطاقم التحكيمي اللي يدير هذه المباراه، حكم الساحه مجدي بالحاج علي، حكم مساعد اول محمد بكير، حكم مساعد ثاني وسيم عماره، والحكم الرابع هو رامي المهدوي. فما تغيير غسان، فما تغيير في تشكيله مستقبل الرياضي بالسبيخه، يعني وقع تعويض عماد الدين المجبري باسامه العامري في اخر لحظه بعد احساسه باوجاع اثناء الحركات التسخينيه قبل المباراه. ترجع الكره لصالح الترجي. اعطيناكم تشكيله الفريقين، طاقم تحكيم المباراه. كره لصالح الترجي، يوسف المسراتي في وسط الميدان. ما زالت الكرة للأحمر والأصفر، أجواء هائلة برشا هنا في سبيخة في الملعب البلدي بسبيخة، استقبال رائع قلنا لفريق الترجي. ترجع الكرة من محمد أمين توغاية الجزائري، تتعدى وسط الميدان، ما زالت لصالح الترجي وتمشي مباشرة للتماس دخل سبقة المباراة. كرة تمشي مباشرة للتماس لصالح المستقبل الرياضي بالسبيخة بعد ما كانت العملية لصالح الترجي. أو فكرة عن جانب من الجماهير اللي تحضر هنا في الملعب البلدي بالسبيخة في متابعة لهذه المباراة، وتحية مجددا غسان سقوها إلى مشجعي وأحباء الفريقين سواء كانت الترجي الرياضي أو المستقبل الرياضي بالسبيخة من خلال القناة الوطنية الأولى. بالفعل شكيب، الدقائق الأولى منذ انطلاقة مباراة الدور 16 في كأس تونس بين مستقبل السبيخة والترجي الرياضي التونسي، والتعادل مازال صفر مقابل صفر. على فكرة خلينا نقول جماهير المستقبل الرياضي بالسبيخة اللي موجودة وأكيد تشاهدوا فيها عبر قناة الوطنية الأولى، الضعف متاعها أو التريبل متاعها موجود، يعني وراء جدار الملعب أكيد، ولهنا صارت بعض المشاكل خاصة من رئيس النادي اللي أحجز الإجازات، ما حبش يعطي الإجازات لأنه هذاك علاش تعطلنا وتعطلت الأمور. حب الجماهير المستقبل الرياضي بسبيخة الكل تدخل، لكن في الأخير لي زابوني هما اللي دخلوا. غسان خلينا نوضحوا الموقف على الصورة، وقع تغيير الكرة اللي بدأت بها المباراة بكرة ثانية. يعني الصورة لازم نوصلوها ونوصل المعلومة للمشاهدين على الوطنية الأولى. بالفعل هو السيناريوهات هذه الكل متوقعة بالنسبة للملعب البلدي بسبيخة، ممكن برشا ممكن كانوا يحبذوا أن المباراة تتلعب في ملعب حمد العواني بالقروان، خاطر أكيد الجماهير ممكن تحضر من على مدارج الملعب مش كما قاعدين نشاهدوا فيها. على كل ترجع الكرة لفريق الترجي الرياضي التونسي عن طريق محمد أمين أو محمد علي بن رمضان، والحكم يقول مخالفة للترجي الرياضي التونسي. ترجع من توغاي في اتجاه خليل شمام. خليل شمام إلى حد الآن وحتى ظروف خلينا نكون صعبة نوعا ما بالنسبة حتى المعلقين بالنسبة للمختلف الصحفيين. ترجع الكرة لمستقبل السبيخة وفي الأخير تخرج الكرة أو رمية التماس للمستقبل الرياضي بالسبيخة. إلى حد الآن هدوء في هذه المباراة بين المستقبل وكذلك الترجي الرياضي التونسي. على فكرة فريق المستقبل الرياضي بالسبيخة كان أزاح فريق شبيبة القيروان سيزن 2017-2018 ولعب الدور الثمن النهائي في هذا الملعب بالذات أمام النادي الإفريقي وخسر في الإكسترا تايم. ترجع الكرة بن ساحة في وسط الميدان، يلعب الكرة على الجهة اليسار لكن موجودة دفاع مرة أولى، مرة ثانية الكرة الهجوم للترجي الرياضي التونسي، الكرة للترجي في الأخير ما زالت الكرة بين هذا وذاك، في الأخير الحكم يقول مخالفة لفريق الترجي الرياضي التونسي. ما دمنا كنا نحكيو على الملعب أشار لزميلي أمير الزيتوني لأنه كانوا يحكي مع بعض من الجماهير وحتى المقربين من الفريق المستقبل الرياضي بالسبيخة، يقولوا أنهم عندهم سنوات في انتظار اتمام المدرج هنا في الملعب حتى يكتمل المشهد الرياضي ويتمكنوا الجماهير من مواكبة مباريات فريقهم في أفضل الظروف. تابع هذه الكرة الثابتة مخالفة للترجي، تتلفظ مقوسة في محور دفاع المستقبل الرياضي بسبيخة، وترجع محمد علي بن رمضان الغائب الأبرز على مباراة الشامبيونز ليج إلى جانب خليل شمام وأيضا عبد الرؤوف بن غيث. الترجي يستعيد لاعبيه، طبعا هذا عبد الرؤوف بن غيث أمامكم على الصورة يلعب كرة قصيرة مع السامح الدربالي العائد من إصابة،
وسط الدفاع الترجي، تتقص الكرة وترجع للمستقبل هذه بسبيخة، ما فماش مخالفة يقول الحكم مجدي بالحاج علي. الترجي الرياضي التونسي اللي تأسست 1919 أحرز كأس تونس 14 مرة بالإضافة إلى كأس قبل الاستقلال 1939. فنعطيكم فكرة على مستقبل رياضي بالسبيخة، هذا الفريق تأسس عام 1961. نقول لكم على حساب شكون ترسح في هذا الدور في هذه المسابقة. ما زال صامد المستقبل الرياضي بالسبيخة قدام شيخ الأندية التونسية الترجي، ونذكروا أنه المتأهل من الفريقين في هذه المباراة باش ينزل ضيف على المستقبل الرياضي بالمرسى في الدور القادم. أو كان تاخذوا فكرة على الجماهير اللي فتحت الأبواب لعدد كبير من الجماهير حتى تلتحق بالجماهير الموجودة منذ انطلاق هذا اللقاء وراء السياج الخاص بالميدان. ترجع من سامح الدربالي، سامح الدربالي يلعب كورة مع محمد أمين توغاي الجزائري الكابتن، وخليل شمام، خليل شمام قائد الفريق يرجع بالكورة لمحمد علي بن رمضان، محمد علي بن رمضان يلعب مع بلال بن ساحة، ترجع بن رمضان مرة أخرى، كرة تدور بالكدا في صفوف الترجي، توزيع على الجهة اليمين للدفاع المستقبل هذه بسبيخة، تتقص الكورة وترجع لأبناء المدرب حسام الفرشيشي. واصلت العملية التغطية مرة أولى والثانية، والكرة تعود من جديد لصالح الترجي. على كل مخالفة باش ترجع للترجي الرياضي التونسي تحت احتجاج جماهير اللي موجودة وحاضرة في ملعب البلدي بالسبيخة، على الحكم ماهر بالحاج علي، على كل مجدي بالحاج علي عفوا. كرة ترجع لفريق الترجي الرياضي التونسي، منها للمستقبل الرياضي بالسبيخة، يحاول انه يعكس الهجوم. كرة لصفوان المناعي، صراحة رؤية ووضعية لا يحسد عليها بالنسبة للمعلقين الحاضرين والموجودين سواء إذاعيين ولا حتى في التلفزيون. كرة ترجع للترجي الرياضي التونسي، لكن يدخل الدفاع عن طريق أسامة العامري، والترجي ينزل بكل ثقله للهجوم. كرة لبلغيث، بلغيث يلعب الكرة مع بن ساحة، بن ساحة يضيع الكرة، دفاع مرة أولى ويدخل دفاع المستقبل الرياضي بالسبيخة في اتجاه جوهر القردبو. الكرة يحاول أنه يعكس الهجوم مع بلغيث، جوهر القردبو، كرة لفريق المستقبل الرياضي بالسبيخة، منها ترجع لفريق الترجي الرياضي التونسي. سامح الدربالي يلعب الكرة مع محمد أمين بن رمضان، كرة لفريق الترجي الرياضي التونسي، ياخذ عبد الرحمن مزيان الكرة والحكم يقول العب ما فما ولا شيء. كرة للترجي الرياضي التونسي في وسط الميدان، الكرة تمشي لبن ساحة، بن ساحة عنده الكرة، بن ساحة الحكم يقول مخالفة لبن ساحة، يرتكبها اللاعب صفوان المناعي، تتنفذ بسرعة، كرة سامح الدربيلي على الجهة اليمين، سامح، سامح يلعب مع بلغيث. فريق المستقبل الرياضي بسبيخة وقف مليح على مستوى الدفاع، يحاول يسكر على هجوم الترجي الرياضي التونسي. سامح الدربالي يوزع الكرة عرضية، لكن موجودة دفاع مرة أولى، مرة ثانية تخرج الكرة أو ترمي التماس لفريق الترجي الرياضي التونسي. تتنفذ الكرة، كرة للفريق الترجي، بلغيث، بلغيث مازال محافظ على كورته، يحب يلقى الحلول مع مهاجمي الترجي الرياضي التونسي. كرة لدفاع الترجي، شوف دفاع الترجي حتى موجود في مناطق المستقبل الرياضي بالسبيخة. كرة محمد أمين توغاي الدولي الجزائري اللي يلعب مع المنتخب الأولمبي واللي انتدبوا الترجي الرياضي التونسي، لاعب عنده 20 عام، لأنه تفتك الكرة يمشي الهجوم المعاكس لفريق المستقبل الرياضي بسبيخة، لكن ملاعبية الترجي يرجعوا بالسرعة القصوى لمناطقهم الدفاعية يدافعون، وفريق المستقبل الرياضي بسبيخة في هجوم معاكس. كرة للمستقبل، الحكم يقول مخالفة، مخالفة لجرانشا اللاعب علي الدين السلمي، هذا ما يلقب به جماهير المستقبل الرياضي بسبيخة ابن شبيبة القيروان، وبرشا من لاعبية ينشطوا في المستقبل الرياضي بسبيخة من أبناء شبيبة القيروان. كرة ثابتة ومخالفة لصالح المستقبل الرياضي بسبيخة بعد هجوم معاكس وعرقلة. الحكم مجدي بالحاج علي من رابطة صفاقس يصفر مخالفة لأبناء السبيخة. قلنا السبيخة اللي تأسست 1961 تبقى ثمن النهائي ليه في سباق الكأس، هي أفضل دور بلغو 2017-2018، خسر على ميدان الأفريقي 3-1،
بعد تمديد الوقت. فريق متكامل، فريق شاب يلعب كرة جيدة. تابعوا هذه المخالفة لأبناء السبيخة. التوقيت إلى حد الآن 14 دقيقة لعب تتنفذ دون خطورة على مرمى الترجي، على معز بن شريفية. رجعت هجوم عاكس وسريع، بلال بن ساحة، بلال بن ساحة على يسار دفاع مستقبل السبيخة. فما مخالفة، العرقلة واضحة، المخالفة موجودة، وإنذار يرفع في وجه أسامة العامري. معوض المجبري في آخر لحظات اللي سبقت المباراة يرفع في وجه الإنذار من الحكم مجدي بالحجالي. على القناة الوطنية الثانية قاعدين أكيد تابعوا في مباراة النادي القربي والنجم الرياضي الساحلي. التوقيت إذا نذكر 12 دقيقة لعب إلى حد الآن، التعادل دون أهداف بين الفريقين الترجي ومضيفه المستقبل الذي بسبيخة. هذه مخالفة، كرة ثابتة لصالح الترجي. أمامكم حكم المباراة مجدي بالحاج علي. بلال بن ساحة بشيت ولا تنفيذ على يسار الحارس، حارس مستقبل سبيخة شرف الدين الغذاوي. ننتظر التنفيذ من بلال بن ساحة. تتنفذ الكرة والتسديد مباغتة من بعيد، عملية انتهت بركنية لصالح الترجي بعد تسديدة من عبد الرؤوف بن غيث. التحذير كان من بلال بن ساحة، هاي الإعادة أمامكم. التحذير كان من بلال بن ساحة والتسديدة قوية، تضرب في ساق المدافع وتخرج ركنية لصالح الترجي. التحية مجددا لكل متابعينا على القناة الوطنية الأولى من أحباء الفريقين الترجي والمستقبل الرياضي بسبيخة. في هذا النقل المباشر تأمنه لكم وحدة الإنتاج التلفزي بصفاقس هنا في الملعب البلدي بسبيخة. يقوم إذا المدافع أحمد الفايدي لباس هذا بنك احتياط الترجي، وإذا حارس المرمى، حارس مرمى مستقبل رياضي بالسبيخة ومعين الشعباني مدرب الترجي على الصورة. ننتظر تنفيذ الركنية كالعادة، بلال بن ساحة في تنفيذ الكرة الثابتة للترجي المدرب المستقبل السبيخة. تتنفذ الكرة خطيرة، تتعدى من القائم الثاني، ما زالت في مناطق مستقبل السبيخة، ما تعدتش الكرة وخرج التماس لصالح الترجي. أو ترمي التماس يتحصل عليها اللاعب بلغيث، اللاعب الجزائري في صفوف الترجي الرياضي التونسي. وفي تنفيذ الكرة أكيد اللاعب محمد أمين بن حميدة، كرة لفريق الترجي الرياضي التونسي، ترجع للدفاع. الترجي يعاود يبني الهجمة من أول وجديد، كرة لمحمد أمين توكاي، توكاي يلعب الكرة مع بن ساحة، بن ساحة مع بلغيث، والكرة لفريق الترجي أو مستقبل السبيخة بعد تدخل الدفاع مرهول عن طريق جوهر القردبو. وبالنسبة لسامح الدربيلي تضرب فيه الكرة كآخر لاعب وتخرج الكرة أو ترمي التماس لفريق المستقبل الرياضي بسبيخة. تتفذ الكرة مرهولة، جوهر القردبو يأخذ كورته، لكن قبله دفاع الترجي الرياضي التونسي. كرة لخليل شمام في محور الدفاع، خليل كرة لفريق الترجي. إلى حد الآن خلينا نقول مباراة متوسطة حسب الأداء، وفي ربع ساعة الأول منذ انطلاقتها فريق المستقبل الرياضي بسبيخة واقف دفاعين. الترجي يحاول أنه يبني الهجمة، يحاول أنه يلعب الكرة، وهذه الكرة على الجهة اليسار تخرج وترمي تماس للاعب الفادي ظهير الأيمن للمستقبل الرياضي بسبيخة. عديد اللاعبين غسان جاءوا من شبيبة القيروان، على نذكر شرف الدين الغذاوي، أحمد الفايدي، أيضا علي حمامة، اسكندر البريني، علي الشايبي. عديد اللاعبين جاءوا من الشبيبة، من جياسكا الشبيبة اللي كانت على الدوام، يعني ولادة في اللاعبين، لاعبين خليوا بصمتهم في كرة القدم التونسية. خميس العبيدي، واد شرايتي، يعني اسماء عديده، الشايبي المسمى ببرقو في الاوساط الرياضيه، مراد العقبي، عمرو دربال وغيره من اللاعبين. وتوا حتى في التشكيله الحاليه نلقاو رياض الفريوي وايضا علي الفريوي الحارس المتميز اللي رغم النتائج السلبيه للشبيبه عمل مباريات كبيره في هذا الموسم، وكان وقف صد منيع في عديد المباريات
علي الفريوي وقدم وجه ممتاز وكان صمام امان دفاع الشبيبه في عديد المباريات. هذا يقولوا لانه ذكرنا شبيبه القيروان نذكر الاسماء الكبيره اللي لعبت في الفريق الاكابر وحتى الملاعبيه اللي خرجوا مشوا لفرق كبيره في العاصمه على غير المرحوم الاسعد الورتاني، زهير الذوادي، محمد علي اليعقوبي الغايب، اليعقوبي الغايب عن هذه المباراه، خالد بدره وغيرهم. يعني الشبيبه طعمت كثيرا مستقبل رياضي بالسبيخه بلاعبين عطاوا الكثير لكره القدم التونسيه. ترجع الكره لصالح الترجي خطيره وتمشي مباشره لحارس المرمى شرف الدين الغذاوي، ياخذ الكره وترجع لمستقبل السبيخه، كره طويله سامح الدربالي في التغطيه، يرجع يوسف المصراتي بلال بنساحه، فما دفع لك الحكم يقول ما فماش مخالفه ويرجع للمخالفه لصالح الترجي قبل ما تلمس الكره في يد محمد علي بن حموده، مخالفه لصالح الترجي. التوقيت الى حد الان وصلنا نلعب في الدقيقه 20 من هذا الشوط الاول او 18 زد دقيقتين من عندي، 18 دقيقة لعب إلى حد الآن في هذا الشوط الأول من المباراة. التعادل متواصل مشاهدينا في هذا اللقاء، لقاء الدور 16 لكأس تونس، لقاء متأخر بين الترجي ومستقبل سبيخة هنا في الملعب البلدي بسبيخة، دون أهداف بين الفريقين. ترجع الكرة لفريق الترجي الرياضي التونسي، وهذا عادي خويا شكيب بالنسبة للوقت زيادة ولا نقصان، لأنه صراحة اليوم ظروف، خلينا نقولوا ما نزيدوش نحكيوا أكثر، ظروف بالنسبة للمذيعين المعلقين بمختلف الإذاعات ما نقعدوش نعاودوا ونقولوا، كونوا ظروف صراحة ماهيش تليق بكرة القدم التونسية وبالملعب البلدي بسبيخة. باش ترجع الكرة في دفاع المستقبل الرياضي السبيخه، وعلى فكره انت حكيت كذلك على الملاعبيه، كذلك تطعيم المدرب اللي موجود خالد الجيزاني بالنسبه لمستقبل السبيخه، كان لاعب سابق في شبيبه القيروان واعتبرش لفريق الشبيبه وكانت له صولات وجولات في عالم كره القدم، لكن وكان كذلك في الموسم الفارط مساعد مدرب عامر دربال في شبيبه القيروان. ترجع الكره للترجي الرياضي التونسي، الى حد الان مستقبل السبيخه واقف مليح امام الجماهير اللي تابع في هذه المباراه، كره لبنساحه، شوف بنساحه وين يرجع، كره ليوسف المصراتي تمشي للدربالي، الدربالي يلعب الكره مع بنساحه، بنساحه محافظ على كورته، بنساحه يلعب الكره محمد امين بن رمضان، كره للمزيان، مزيان ما زالت الخطوره لكن موجوده دفاع احمد الفيدي في التغطيه الدفاعيه ويغطي على عبد الرحمن مزيان، كرة تخرج أو ترمي التماس للمستقبل الرياضي بالسبيخة. 20 دقيقة أولى صراحة فنيا أقل ما يقال عنها، أقل من المتوسط في هذه المباراة. مستقبل السبيخة على فكرة وحكينا عليه، الفريق هذايا في الكأس يعني سيزن 2019-2020 كان لعب وترشح أمام الأولمبي الباجي بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة هدف مقابل هدف، وكذلك أزاح في طريقه قبل الفريق الترجي اللي لعب معه اليوم، أزاح فريق إصفاق سرالوي اللي معروف بتاريخه في كرة القدم التونسية. ترجع كرة سامح الدربالي، سامح عنده الكرة، مازال فريق المستقبل الرياضي بالسبيخة واقف دفاعيا ويحاول انهم يدافعوا، كرة تمشي اللي بنساحة يوزع الكرة الدربالي لكن موجودة دفاع طريق أحمد الفادي، يخرج كرة أو ترمي تماس، الضغط متواصل لفريق الترجي الرياضي التونسي إلى حد الآن لكن دون نجاعة هجومية فريق الترجي، وفريق مستقبل السبيخة قاعد يستعمل في الهجومات المعاكسة أكيد، وهذايا بطبيعة فريق ينشط في الرابطة الثانية الموسم هذايا أول موسم، وقدم موسم الى حد الان مشرف جدا لمستقبل السبيخه في الرابطه المحترفه الثانيه لكره القدم. كره ترجع لاحمد الفيدي، يلعب الكره مع علاء الدين السلمي، الكره بين اخذ ورد في الاخير تمشي للترجي الرياضي التونسي، يوسف المصراتي عنده الكره، يوسف يلعب مع سامح الدربالي، شوف جوهر القردبو يرجع للتغطيه الدفاعيه على الظهير الايسر على حمامه، كره لفريق الترجي، محمد امين بن رمضان، محمد علي بن رمضان، محمد علي لحد الآن الترجي دون حلول على مستوى الهجوم، كرة يوسف المصراتي، يوسف ترجع لمحمد علي بن رمضان، محمد علي بن رمضان
الى حد الان الترجي يلعب الكره ما لقاش الحلول. مستقبل سبيخه واقف على مستوى الدفاع. كره بن ساحه، بن ساحه عنده الكره يحاول المرور، يامر بن ساحه، بن ساحه توصل الكره بالغيث، بالغيث عند يوسف المسراتي الكره، لكن يدخل الدفاع وتخرج الكره من صفوان المناعي. مازال محافظ على الكره وترجع لجوهر القردابو، والكره ترجع للترجي الرياضي التونسي. كره لمحمد علي، كره للاعب محمد علي بن حموده، والحكم يقول مخالفه لفريق الترجي الرياضي التونسي. مخالفه للترجي وكره ثابته. الحكم مجدي بن حاج علي يمنح المخالفه للترجي. هذه اعاده امامكم، شوفوا بعض الجماهير وين اختارت باش تكون متابعه المباراه اللي عددها اصبح كثير بعد ما سمحوا لهم بالدخول. عدد الجماهير صار أكثر من الجماهير اللي سبقت المباراة يمكن بثلاثة أو أربع مرات، أو فكرة تاخذوها على عدد الجماهير الحاضرة هنا في الملعب البلدي بالصبيخة مع بداية لقاء الترجي ومضيفه مستقبل صبيخة. إذا يقوم لاعب صبيخة لاباس، والحمد لله بعد هذه الكرة الأخيرة للترجي مخالفة كرة ثابتة. خليل شمام قائد الفريق هو اللي باش يتولى تنفيذ الكره الثابته المخالفه لصالح الترجي. ننتظر تنفيذ قائد الفريق خليل شمام لهذه الكره، هذه المخالفه لصالح الترجي. كل اللاعبين في الهجوم باستثناء سامح الدربالي ومحمد علي بن رمضان، كل لاعبي الترجي في الهجوم. تتنفذ مقوسه وجانبيه خطيره، كانت الكره لصالح الترجي، كادت تأتي بالهدف الأول لصالح الترجي الرياضي بعد المخالفة اللي نفذها خليل شمام. شاهدوا الإعادة والتسديدة الرأسية كانت من محمد أمين توغاي الجزائري أمامكم على الصورة، حمل قميص رقم 4. خطيرة العملية كانت لصالح الترجي وكادت تأتي بالهدف الأول في هذا اللقاء. كرة مرة جانبية، ترجع الكرة لصالح مستقبل الصبيخة في وسط الميدان. مقطوع الكرة من الجهة اليسرى، يعكس الهجوم، يعكس الهجوم عن طريق علي حمامة، لكن تعود الكرة مرة أخرى لصفوان المناعي. يغير اتجاه الكرة صفوان المناعي لأحمد الفيدي. تتواصل العملية لأبناء الصبيخة على التغطية، والكرة تماس بإشارة من الحكم المساعد لمجدي بن حاج علي. تماس لصالح الترجي، يتلعب بالتماس وترجع. محمد امين توغاي يلعب مع سامح الدربالي. الدربالي تخرج الكره تدريجيا من مناطق الترجي. كرات القصيره خرجت من محمد علي بن رمضان، مشات للجهه اليسار وين موجود محمد امين بن حميده، ثم رجعت لتوغاي من جديد. الدول الجزائري المنتخب الاولمبي بلال بن ساحه، بلال بن ساحه في وسط الميدان. تبادل كرات قصيره وسريعه من جانب الترجي، والتغطيه موجوده من جانب ابناء المستقبل الرياضي بالصبيخه. ترجع الكره لمعز بن شريفيه، يلعب مع محمد امين توغاي. سامح الدربالي على يسار دفاع المستقبل الصبيخه. كره تدور بين ملاعبيه الترجي، والبحث على الثغرات متواصل من ابناء المدرب معين الشعباني. 26 دقيقة لعب منذ انطلاقة هذه المباراة، مباراة دور 16 من مسابقة كأس تونس والمسمات هذا السيزون بكأس الزعيم المرحوم الحبيب بورقيبة. كرة ترجع لفريق الترجي الرياضي التونسي في اتجاه الكرة مزيان، لكن تخرج الكرة اوت 550 للحارس الشرف الدين الغذاوي. الترجي الرياضي التونسي ممكن الكره الوحيده اللي كانت تشكل خطوره كانت للاعب محمد امين توغاي، لكن فريق مستقبل الصبيخه واقف الى حد الان بامتياز على مستوى الدفاع، والترجي ممكن باش يلقى الحل في قادم الدقائق على مستوى الكرات الثابته بعد كما قلنا تسديده محمد امين توغاي. مازال الى حد الان مستوى اللعب وريتم المباراة صراحة مشكل ريتم القوية. الترجي الرياضي التونسي إلى حد الآن متحكم في اللعبة. فريق المستقبل الرياضي بالصبيخة واقف مليح على مستوى الدفاع. كرة لفريق الترجي عن طريق
اللاعب عبد الرحمن مزيان، لكن يدخل الدفاع وتخرج الكرة كورنر لفريق الترجي الرياضي التونسي. حكيت على الكرات الثابتة وأمامكم جماهير الترجي الحاضرة والموجودة، وعلى فكرة عديد من أحباء الترجي الرياضي التونسي موجودين في مدينة السبيخة. أكيد كما قلنا بالنسبة لبعض الجماهير الوسادة تغلب الولادة في الحضور الجماهيري لحد الآن. إذا تتنفذ الكرة، كرة خطيرة للترجي، موجود شرف الدين الغيظاوي. إذا الترجي قلت باش يلقى الحل في قدم الدقائق في الكرات الثابتة، لأنه الفريق وقف مليح مستقبل سبيخة على مستوى الدفاع. سامح الدربالي يقلب من الجهة اليمين للجهة اليسار، كرة لفريق الترجي الرياضي التونسي. المسكيني في اتجاه عبد الرحمن مزيان، عبد الرحمن، عبد الرحمن عنده الكرة، عبد الرحمن يوزع الكرة لكن موجودة دفاع في آخر لحظة عن طريق أسامة العامري. يمشي بن ساحة، بن ساحة عنده الكرة، موجود جورة قردبو في التغطية الدفاعية، القردبو يربح المخالفة لدفاع المستقبل الرياضي بالسبيخة. تشوف لاعب جورة قردبو قاعد يرجع ويغطي على اللاعب علي حمام الظهير الأيسر لفريق المستقبل الرياضي بالسبيخة، والكرة باش ترجع للحارس شرف الدين الغيظاوي. هذه إعادة ريبلي مرة أخرى، شرف الدين يتألق كرة كانت أمامكم كذلك سامح الدربالي. الترجي الكرة الثانية على التوالي وكانت وراء يعني الخطورة بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. زوز كرات كانوا ينجموا أكيد يستغلهم الترجي الرياضي التونسي، وصفوان المناعي يخرج الكرة وترمي تماس، تماس للترجي عن طريق سامح الدربالي، يلعب مع محمد أمين توغاي اللاعب الجزائري اللي يلقى روحه لأول مرة أساسي مع فريق الترجي الرياضي التونسي. كرة لبن حميدة، بن حميدة كرة في وسط الميدان عن طريق اللاعب محمد علي بن رمضان، كرة لتوغاي، توغاي عنده الكرة حب يلعب الكرة مع محمد علي بن حمودة لكن موجودة دفاع. يدخل مرة أولى ترجي عاود يبني من الأول وجديد الهجمة، كرة يوسف المصراتي لكن الدفاع عن طريق أحمد الفادي ليعكس الهجوم. أحمد مع اللاعب اللي هو علي الدين السلمي، قرنشا يتحصل على الأوت، رمي تماس لفريق المستقبل الرياضي بالسبيخة. تماس لمستقبل الرياضي بالسبيخة، التوقيت 28 دقيقة لعب، إلى حد الآن التعادل متواصل متابعين على القناة الوطنية الأولى دون أهداف هنا في الملعب البلدي بسبيخة بين الترجي ومضيفه المستقبل الرياضي بسبيخة. سامح الدربالي، سامح الدربالي مازالت عنده الكرة يبحث على المساندة، يلعب كرة في الوسط مع يوسف المصراتي، مصراتي خليل شمام، خليل شمام متواصل عملية لصالح الترجي. عبد الرحمن المزياني ترجع لمحمد علي بن رمضان، بلال بن ساحة، بن ساحة وفما مخالفة على محمد علي بن حمودة، فما مسك من القميص كان واضح، مخالفة أمامكم حكم المباراة مجدي بالحاج علي يمنح المخالفة لصالح الترجي، وإعادة تحذير كان من بلال بن ساحة، المسك من القميص أو كانت واضحة الإشارة بتاع الحكم مجدي بالحاج علي، جذب من القميص على محمد علي بن حمودة، المخالفة لصالح الترجي، وكالعادة خليل شمام باليسار باش ينفذ الكرة الثابتة للترجي. هل تأتي بالجديد كرة خليل شمام بعد ما مرت الأولى بصعوبة على مرمى السبيخة ورأسية من توغاي؟ شمام ينفذ الكرة الثابتة في دين الحارس، مباشرة في دين الحارس شرف الدين الغذاوي. ترجع الكرة لصالح المستقبل الرياضي بالسبيخة، مراوغة، مراوغة كانت من علي حمامة ويرجع بالكرة لقائد الفريق أسامة العامري. تتواصل العملية لأبناء السبيخة أحمد الفيدي، عملية سريعة من علاء الدين السلمي، عملية سريعة ليصار دفاع الترجي وتضرب الكرة وتخرج لأبناء السبيخة، ضربت الكرة وخرجت ركنية لأبناء سبيخة على يسار الحارس معز بن شريفية.
إذا كورنر للمستقبل الرياضي بسبيخة، وأول كرة بالنسبة للمستقبل الثابتة في مناطق الترجي الرياضي التونسي. شرفت النصف ساعة لنهايتها منذ انطلاقة المباراة، تتنفذ الكرة تمشي سهل عند الحارس معز بن شريفية اللي يحاول أنه يعكس الهجوم بالغيث، بالغيث يحاول يعكس الهجوم أمامه مزيان، مزيان كرة مازال محافظ على كورته. كل من لاعبي المستقبل الرياضي بسبيخة رجعوا لمناطقهم الدفاعية. كرة يوسف المصراتي، يوسف المصراتي كرة لفريق الترجي الرياضي التونسي بن ساحة، بن ساحة يحاول التوزيع والحكم المساعد الأول يقول مخالفة لدفاع المستقبل الرياضي بالسبيخة. لاعب ملقى على أرضية الميدان اسكندر البريني، لاعب المستقبل الرياضي بالسبيخة، والروح الرياضية والفير بلاي موجود في هذه المباراة. هذه الإعادة مرة أخرى، بن ساحة تضرب الكرة في لاعب الفادي وتلمس يد بن ساحة، والحكم المساعد الأول يشير إلى مخالفة لفريق المستقبل الرياضي بسبيخة. وفي تنفيذ الكرة أمامكم الحارس شرف الدين الغذاوي، حارس 25 عام أو 24 عام الحارس هذايا، كان لعب مع المنتخب الوطني للأواسط أكيد، ومنتخب الوطني للأواسط اللي كان مشاركة عربية بالنسبة لمنتخبنا، وخسر في النهائي ضد المنتخب السنغالي. ترجع الكرة لجوهر القردابو في وسط الميدان، الحكم يعطي الأدفانتج جوهر القردابو. جوهر مازال محافظ على الكورت وينتظر في صعود اللاعب الفيدي جوهر القردب، والحكم يقول العب ما فما ولا شيء. كرة ترجع لفريق الترجي الرياضي التونسي. بن حمودة، بن حمودة تمشي بالغيث، بالغيث عنده الكرة، بن حمودة يهز الكرة على اليسار في اتجاه بن حميدة، بن حميدة كرة ما زالت للترجي الرياضي التونسي. التوزيع، الله، الهدف الأول، الهدف الأول للترجي. بن ساحة يسجل أولى أهداف هذه المباراة. إذن هدف أول يأتي تقريبا في الدقيقة 30 منذ انطلاقة هذه المباراة. الترجي يلقى الحل في توزيعة كانت عرضية ورأسية من بن ساحة. 32 دقيقة لعب، إذن الترجي يلقى الحل في بلال بن ساحة في القائم الثاني. شوفوا العملية، شوفوا الهجوم، شوفوا السرعة والتوزيع في طبق في القائم الثاني. بلال بن ساحة ما يخلي حتى امكانيه للحارس باش يتسدى، يفتتح النتيجه. 32 دقيقه لعب لصالح الترجي، هدف مقابل لا شيء. في الدقيقه 32 الترجي ياخذ الاسبقيه هنا في الملعب البلدي بسبيخه، وانصار الترجي تشجع بكل قوه بعد احراز الاحمر والاصفر الهدف الاول عن طريق بلال بن ساحه. ترجع الكره لابناء السبيخه. على العموم الترجي كان افضل طيلة 30 دقيقة، وتمكن بعد الضغط اللي فرضوا على مضيفه من تسجيل هدف اول عن طريق بلال بن ساحة، وهذا هجوم معاكس ثاني. انتابوا العملية، انتابوا العملية لصالح الترجي. المزياني يرجع بالكرة متواصلة عن طريق يوسف المصراتي. محمد امين توغاي حاول المباغتة وتسديد كرة عالية بعيدة برشا على مرمى الحارس شرف الدين الغذاوي. ضربة مرمى لصالح المستقبل الرياضي بسبيخة. إذا الترجي متقدم في النتيجة، هدف مقابل صفر. صمد دفاع مستقبل السبيخة، لكن في الأخير الكرة كانت يعني ممتازة العرضية من عبد الرحمن مزيان، ورأسية بن ساحة في القائمة الثانية يعطي الأسبقية للترجي الرياضي التونسي. فريق المستقبل الرياضي بسبيخة حاليا ممكن ما عنده ما يخسر باش يلعب الهجوم. التكتل الدفاعي بالنسبة ليه ما عادش يساعده لأنه متأخر في النتيجة. هدف مقابل صفر. ترجع الكرة جوهر قردبو، جوهر، جوهر مازال محافظ على كورته. جوهر الكرة لفريق المستقبل الرياضي بسبيخة، مر الكرة السلمي، والحكم المساعد الثاني يشير إلى المخالفة لدفاع الترجي الرياضي التونسي. إذا تقريبا 10 دقائق لنهاية الوقت الأصلي من زمن الشوط الأول. صراحة شفنا الترجي هدد فريق المستقبل الرياضي بالسبيخة 3 مرات، واضحين الترجي في الأخير يسجل هدف أول، هدف الأسبقية بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. كرة ترجع لبن ساحة، كرة لتوكاي أو محمد علي بن رمضان، كرة للترجي ومنها إلى المستقبل الرياضي بسبيخة. ترجع لخليل شمام، خليل شمام يلعب كرة عبد الرحمن مزيان، عبد الرحمن، عبد الرحمن مازال محافظ على كورته. عبد الرحمن يلعب الكرة على الجهة اليمين، سماح الدربالي، سماح الدربالي أمامه الدفاع مستقبل السبيخة. كرة اللي دخل الدفاع عن طريق اسكندر البريني، اسكندر البريني الحكم يقول مخالفة لاسكندر البريني. كرة لفريق
المستقبل الرياضي بالسبيخة. علي حمامة في تنفيذ الكرة، هذه عادة مرة أخرى، الدفع كان واضح. إذن علي حمامة في تنفيذ المخالفة، ينفذ الكرة لي من اليسار نحو الجهة اليمين، لكن موجودة دفاع، يدخل دفاع الترجي الرياضي التونسي، وبالغيث يلعب الكرة تخرج اوت، رمي التماس لفريق الترجي الرياضي التونسي. تماس او مخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي. ان شاء الله سلامات للاعب الترجي بعد هذه المخالفة المرتكبة من جانب المستقبل الرياضي بسبيخة. إعادة عملية المخالفة، شوفوا كذا سعد داعب الترجي رجع كولة رأسية، هذا معين الشعباني على الصورة مدرب الترجي. مشكورين زملائنا بوحدة إنتاج التلفزي بصفاقس اللي أمنوا لكم في هذا النقل المباشر من الملعب البلدي بسبيخة. المدرب ومساعده مدرب المستقبل الرياضي بسبيخة خالد الجيزاني، ومساعده حسام الفرشيشي لتسوية بعض الأمور ومراجعة بعض النقاط في أداء الفريق. باش ترجع الكرة إذن لصالح الترجي بقرار من حكم المباراة مجدي بالحاج علي. وصلنا تقريبا للدقيقة 35 من الشوط الأول. الأسبقية هدف مقابل شيء لصالح الترجي بإضاء بلال بن ساحة بعد توزيعها من عبد الرحمن المزياني من الجهة اليمين لدفاع السبيخة. في القائم الثاني بلال بن ساحة حط الكرة في الشبكة وأعطى الأسبقية للترجي، هدف مقابل شيء. ترجع الكرة لأبناء السبيخة مرة أخرى، حارس المرمى ياخذ الكرة بيده ويلعب الكرة مع المدافع في محور الدفاع أسامة العامري. ترجع من بلال بن ساحة محمد علي بن رمضان، محمد علي بن رمضان، تتواصل العملية لصالح الترجي. عبد الرحمن المزياني يلعب المزياني كالعادة مع بلال بن ساحة، باهي الترويض وباهي التوغل وباهي المراوغة، والحكم يقول ما فماش مخالفة ما فماش ضربة جزاء، ويتواصل اللعب وترجع الكرة من جديد لأبناء الترجي. اعتقد ابناء الترجي انها ضربه جزاء بعد توغل بلال بن ساحة في مناطق المستقبل هذه بالسبيخه، لكن الحكم مجدي بالحاج علي يقول ما فما شيء، وتتواصل العمليه لصالح الترجي بعد وسط الميدان. تبادل الكره قصيره، شوفوا كيفاش بين ابناء الترجي توصل الكره لعبد الرؤوف بن غيث. بن غيث يلعب عبد الرحمن المزياني، حلو برشا الترويض من عبد الرحمن المزياني، لكن رجعت لابناء السبيخه ورايا من الحكم المساعد محمد بكير لوجود تسلل ضد الترجي، يصفر الحكم مجدي بالحاج علي. كره باش ترجع للمستقبل الرياضي بالسبيخه في مناطق الدفاعيه واللي حارسه شرف الدين الغذاوي. هذه عاده مره اخرى للمطالبه بركله الجزاء، لكن التدخل كان عادي بالنسبه للاعب بن ساحه. ترجع الكره للترجي الرياضي التونسي في وسط الميدان، منها ترجع للدفاع والجهه اليمين اللاعب سامح الدربالي، سامح في اتجاه بن ساحة، بن ساحة يخلط على الكرة، بن ساحة، بن ساحة والكرة، لكن موجودة دفاع ويدخل الكرة، والحكم كذلك يتدخل ويقول مخالفة لدفاع المستقبل الرياضي بالسبيخة. يتحصل عليها اللاعب أسامة العامري اللي يبقى على أرضية الميدان. هذه مرة أخرى الإعادة، تدخل كان واضح من لاعب الترجي الرياضي التونسي عبد الرؤوف بلغيث، يدخل على أسامة العامري والمخالفة لفريق المستقبل الرياضي بالسبيخه. باش ترجع المخالفه لابناء السبيخه بعد العمليه الاخيره لصالح الترجي، شاهدتوا الاعاده لعمليه المخالفه. ما عادش برشا في الوقت الاصلي لهذا الشوط الاول، اقل من 10 دقائق تفصلنا على نهايه الوقت الاصلي لهذا الشوط الاول. الاسبقيه دائما للترجي، هدف مقابل شيء. بلال بن ساحة صاحب هدف الاحمر والاصفر هنا في الملعب البلدي بالسبيخه، حارس المرمى ملقى على أرضية الميدان، والحكم مجدي بالحاج علي يأمر بإيقاف اللعب. تو نمدكم
في الاثناء بالارقام الخاصه اللي مدى بها زميلنا عماد الكيلاني مشكور، هي اعاده لعمليه سقوط حارس المرمى مستقبل السبيخ على الميدان حس باوجاع شد عضلي ربما اصابه عضليه وملقى على ارضيه الميدان. ان شاء الله لاباس لحارس المستقبل الرياضي بالسبيخ هذا الحارس الشاب. امامكم على الصوره عبد الرؤوف بن غيث بلال بن ساحه صاحب الهدف الوحيد الى حد الان في هذا اللقاء، لقاء متاخر لحساب الدور السادس عشر لكاس تونس في كره القدم. ونذكر ان المتاهل بين الفريقين في هذه المباراه يلعب يوم الاحد كضيف ينزل على المستقبل الرياضي بالمرسى. في الاثناء الاطار الفني للمستقبل الرياضي بسبيخه يمد اللاعبين ببعض النصائح خلال توقف اللعب لاسعاف حارس مرمى المستقبل الرياضي بسبيخه. الاطار الفني يمد اللاعبين ببعض التعليمات وبعض النصائح واستئناف العب بمخالفه لصالح المستقبل الرياضي بالسبيخه باش يتولى تنفيذ الحارس شرف الدين الغضاوي. يلعب كره طويله تتجاوز وسط الميدان ترجع من محمد امين توغاي مره اولى بن غيث، ثم عبد الرحمن مزيان يطلب الكره في الجهه اليمين للدفاع باهي بن حموده كاد يغارت الحارس باليسار ترويض بصدر من محمد علي بن حموده وكره بالساق اليسار كاد يغلط بها حارس المرمى لفلكس كبير فسخ بها هدف ثاني للترجي. على كل فرصه كانت ضايعه من بن حموده كان استغل خطا في محور دفاع المستقبل الرياضي بسبيخه وكاد يضيف الهدف الثاني للترجي الرياضي التونسي، لكن صراحه الحارس شرف الدين الغضاوي وابن مدرسه شبيبه القيروان كما قلنا يتالق في الكره ويقرا الكره مليح. كره ترجع للترجي الرياضي التونسي. الترجي لحد الان يعني بالجهد والحد الادنى المطلوب الى حد الان متقدم في النتيجه بهدف مقابل صفر. الترجي قاعد يجري في اللعبه، الترجي قاعد يهاجم يحاول انه يلعب الكره على اليمين على اليسار. الهجمات تختلف بالنسبه للترجي. ترجع كره توغاي، توغاي يلعب الكره مع بلغيث، بلغيث عنده الكره بلغيث يرجع لتوغاي. الى حد الان فريق الترجي الرياضي التونسي متحكم في شوط اول تقريبا ونهايته تقريبا مازال فيها ثلاث دقائق. هذه كره بالراس لكن موجود تخرج الكره اوت 550. تسديده كانت بن حموده، محمد علي يضرب الكره بالراس لكن كانت قويه وارتقاء كان مزيان. هذه الاعاده مره اخرى بن حموده يضرب الكره بعيده تخرج ضربه 550 للحارس شرف الدين الغضاوي. امامكم سامح الدربالي كره للحارس شرف الدين الغضاوي حارس المستقبل الرياضي بسبيخه. كره لسامح الدربالي يضرب الكره بالراس، كره تمشي سهله عند الحارس مره اخرى شرف الدين الغضاوي. اذا كما قلنا دقيقتين تقريبا لنهايه الوقت الاصلي من زمن هذا الشوط الاول في مباراه مستقبل سبيخه والترجي الرياضي التونسي. والترجي متقدم في النصف ساعه الاول بهدف مقابل صفر في النصف ساعه الاول بطبيعه منذ انطلاقه المباراه. ترجع الكره لعبد الرحمن مزيان ما يخش الكره، كره لفريق المستقبل الرياضي بسبيخه في اتجاه اسكندر البريني. اسكندر البريني ما زالت الكره للمستقبل الرياضي بسبيخه. اسكندر عنده الكره مازال محافظها كورته، يلعب الكره على الجهه اليسار علي حمامه. علي عنده الكره، كره للمستقبل الرياضي بسبيخه. تخرج الكره اوت رمي تماس لفريق الترجي الرياضي التونسي. تتنفذ الكره والامطار تتهاطل هنا في الملعب البلدي بسبيخه. كره للترجي. الى حد الان رتم المباراه بعد الهدف ما شفناش رده فعل بالنسبه للمستقبل الرياضي بسبيخه والترجي الرياضي التونسي في محاولات متجدده لاضافه الهدف الثاني. بلغيث يلعب الكره مع المسكين، كره لفريق الترجي الرياضي التونسي. بلغيث عنده الكره تمشي يوسف المصراتي، كره لفريق الترجي الرياضي التونسي. سامح الدربالي على الجهه اليمين، سامح مازال محافظ على كورته ودفاع المستقبل الرياضي بسبيخه واقف في مناطقه الدفاعيه والترجي يحاول انه يلقى هذه كره تضيع 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 مره اخرى فرصه لفريق الترجي الرياضي التونسي. كانت توزيعه من سامح الدربالي، شوف الباس من بلغيث
هذه الكره توزيعه كانت روتري ويضرب الكره محمد علي بن حموده يضيع كره اخرى لفريق الترجي الرياضي التونسي وتخرج الكره ضربه 550 للحارس شرف الدين الغيظاوي. ترجع الكرة لصالح الترجي في وسط الميدان ثم تعود من جديد لأبناء السبيخة. هجوم معاكس في مناطق الترجي. الحكم مجدي بن حاج علي يقول فما مخالفة لأبناء السبيخة بعد هذه العملية بعد هذه الكرة لأبناء السبيخة. يقول فما مخالفة ضد الترجي. التوقيت إلى حد الآن 5 دقائق ما زالت تفصلنا على نهاية الوقت الأصلي لهذا الشوط الأول. الأسبقية للترجي هدف مقابل شيء بإمضاء بلال بن ساحة بعد توزيعه بن عبد الرحمن مزيان. رأسية من بلال بن ساحة في القائم الثاني غارت بها حارس المرمى وأعطى الأسبقية لصالح الترجي. هدف مقابل لا شيء في هذا النصف الأول من المباراة. والتحية مجددا لكل متابعينا على القناة الوطنية الأولى من مشجعي الفريقين مستقبل هذه السبيخة وأيضا الترجي الرياضي. تتنفذ المخالفة كرة ثابتة وتنتهي العملية بضربة مرمى لصالح الترجي بعد صعود اللاعب حمل القميص رقم 11 أو أمامكم على الصورة أسامة بن ترشة وإعادة للعملية. مشكورين كل زملائنا اللي أملوكم في هذا النقل المباشر من وحدة الإنتاج التلفزي بصفاقس. إعادة شاهدته لعملية الكرة الثابتة المخالفة وإعادة من زاوية أخرى رأسية مرة جانبية. وأعلان الحكم مجدي بن حاج علي نهاية النصف الأول من المباراة بتقدم الترجي على المستقبل الذي بسبيخة. هدف مقابل شيء. هدف بلال بن ساحة بعد توزيعها من عبد الرحمن المزيان. مشاهدينا على الوطنية الأولى نلتقي مع بداية الشوط الثاني من هذا اللقاء. إلى اللقاء.